فما تكنولوجيا متاع التلقيح الآلي للنخيل، وفما مشروع في نطاق هذا ممول من مؤسسة البحث والتعليم الحالي الفلاحي الإيريزا اللي هي في تابع وزارة الفلاحة، واللي يشرف عليه المشروع هذايا هو السنتر دو ريشيرش في دقاش متاع النخيل، والمنسق المشروع زميلي سي كريم القادري، اللي هما يشتغلوا تقريبا الشهر اللي فات في رمضان عملوا ما يقارب على 15 او 20 يوم اعلامي في جميع معتمديات وين فيها النخيل في قبلي في توزر. هما قاعدين ينشروا في تقنيه التلقيح الالي للنخيل باستعمال اله متاع تلقيح، من غير ما يطلعوا، من غير ما يتسلقوا، من غير حتى شيء، باللوطه فما تلقيح الالي. فما حتى تكنولوجيات اخرين اللي في تونس على خاطر القانون مازال ما يسمحش باستعمال الدرون للتلقيح، موجوده في دول المجاوره، لكن في تونس ان شاء الله يتنقح القانون بتاع استعمال الدرون نولوا نجموا ندخلوه. هذا شنو نحب نقول، احنا معناتها في تونس عندنا الكفاءه اللازمه للاستغلال على التقنيات الجديده اللي تعاون الفلاح، لازم شويه تاثير وشويه دعم. وتعرفوا انت راهو معناتها البحث، خاصه البحث العلمي الفلاحي يطلب امكانيات كبيره، الامكانيات الحاليه امكانيات ماهيش كبيره، لكن حتى بالامكانيات هذه قادرين نتميزوا وقادرين نعملوا تقنيات، وان شاء الله ربي يعاون الناس الكل باش الفلاحه نتاعنا تتطور ونحافظوا ونحسنوا من الانتاج ونرفعوا تحدي الاكتفاء الذاتي، وخاصه معناتها يكون عندنا ديمومه انتاج فلاحي في ظل التغيرات المناخيه، وخاصه في ظل انحباس الامطار والشح المائي.